بسم الله. المقادير: 3 ملاعق كبار كاسترا، 6 ملاعق حليب بودر. طبعا هذا المقدار دبل الدبل، ولا هو المقدار مثلا ملعقة كبيرة ملعقة كبيرة كذا. هذه 3 ملاعق علبة قشطة. هنا المبارد 3 اكواب، لازم يكون بارد. اذا كان دافي يتعقد الكاسترد، لازم يكون بارد. وعلى النار هاديه. هنا المقادير كامله، الما نحطه الحين. حلوين. ونحركه لين يتجانس، بعدين نحطه على نار هاديه. الحين اوريكم الطريقه. هنا على نار هادية ونحرك، نبتل نحرك تحريك مستمر، لا تقف أبد. وإذا كان القوام خفيف قد كاسترد، ملعقة شوي موية تزيد عليه، لا تحط الكاسترد الحالة. طبعا لازم تصبونه وهي حارة عشان ما تتكتل. بعد ما دخلت الثلاجة تقريبا ربع ساعة نص ساعة على حسب اللي تبغى. هنا عندي بوف باستري دخلته الفرن، تقريبا خليته نص ساعة من فوق وتحت زي ما تشوفون. حلو، حطيته. نحط فستق تجميل. عندي هذا الفستق الثاني، اطحنه. وهنا عندي شيرة بالزعفران. يا سلام يا سلام، هذه كاسترة تخلصت. والله يا هي خرافية. أعطيكم الطريقة طبقوها، ترى ما جزت لكم لا عمركم تاخذون طريقة منه.